السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحة جيدة ان شاء الله. فيديو جديد، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبة لليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم او غنحضر معكم البنيه اللي كيجي رائع وخاوي من الداخل ومفشفش. كنتمنى تجربوه ويعجبكم، وساهل، ما فيهش شي مجهود وما فيهش مقادير اللي هي كتيرة. هنا كنفتح معكم وحده باش تشوفوه كيفاش كيجي من الداخل خاوي. تبعوا غير المراحل اللي غادي تكون ان شاء الله في الفيديو، واكيد غينجح معكم. ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، كنأكد على انها مقادير بسيطه بزاف. عندي 400 غرام ديال الفرس او الدقيق الابيض، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز او الخميره المعجونه، ماء دافئ، عندي قشور ديال الحامض باش نسمى هاد البنيه، وجوج معالق ديال زيت كبار ديال زيت المائدة، عندي معلقة كبيرة ديال السكر سنيدة، الملح حسب الذوق، وخمارة واحدة من فئة 8 غرام أو بيكنج باودر. هنا غادي ندير شوية ديال الملحة، غادي نضيف داك القشور ديال الحامض، ممكن تنسمو إلا بغيتو نتوما بقشور الليمون، حتى هما كيجيو زوينين. هنا غادي نضيف واحد القطرات من الفاني او مروح الفاني، ممكن ديروا السكر الفاني، هما غير هاد القشور كافيين، ولكن اللي بغى يزيد كاضافه وصافي. غادي نضيف الزيت اللي هما جوج معالق ديال زيت المائده، غادي ندير الخميره، وغادي نضيف المعلقه ديال سنيده او السكر حبيبات، غادي نضيف هاد الخماله ديال 8 غرام او بيكنج باودر، وغادي نجمع العجين ديالي بالماء الدافئ. ضروري يكون الماء دافي لانه الجو بارد دابا. كنضيف الماء غير بشويه لان احنا ما محتاجينش العجينه اللي هي خفيفه بزاف. بالنسبه للعجينه ضروري ندلكوها مزيان باش كينجح البيني وكيجي معنا خاوي من الداخل، ما كيجيش معجن. ضروري من هاد المرحله ديال اننا ندلكوها مزيان حتى ترجع العجينه ديالنا رطبه ومطلوقه. العجينه ما خصهاش تكون خفيفه بزاف وما خصهاش تكون قاسحه، العجينه اللي هي رطبه ومدلوكه ضروري مدلي. كنأكد على هذه المرحله لانه هو اللي كيخلي البيني ديالنا كيجي خاوي من الداخل. غادي نغطي هذه العجينه بالبلاستيك الغذائي ونخليها في مكان دافئ، نغطيها بشي منيدل باش تخمر دغيا. من بعد ما خمرات العجينه ديالنا مزيان ضاعف الحجم ديالها، غادي نرش سطح العمل بالدقيق الابيض باش نطلق عليه العجينه من بعد ما خويتها من داك الاختمار اللي فيها. غادي نطلقها مزيان بالدلاك،
دائما كنرش باش ما يلصقش. الا لصقنا في الرخامه كيجي البيني يعوج وما كيجيش مقادد في الدوره. ضروري من نرشو بالطحين. بالنسبة لهاد العجينة ما خصهاش تكون رقيقة، غادي نطلقوها كنظن راه الصورة واضحة. ما كنطلقوهاش رقيقه، انتم كتشوفوا يعني كتبقى شويه غليظه. غادي ندوز باش نقطع. بالنسبه للقياس قطعوا بالقطعه اللي عندكم نتوما بالقياس اللي بغيتو، صغير كبير، هذا حجم متوسط اللي عندي انا. غادي ندور عليه كامل باش نقطع هاد العجين. غنحيد هذوك الزوائد ديال العجين ونجمعهم ونديرهم في بلاستيكة باش نولي نعاود نخدمهم. غادي نجيب قطعة صغيرة وغادي نقطع بها، غندير بها داك الحفرة اللي كتكون في الوسط. غادي نستمر هكا حتى ننتهي من الكمية اللي عندي ديال العجين كاملة. من بعد ما ساليت العجينه اللي كانت عندي درت واحد الصينيه ودرت لها منيدل ونخليها تختمر مره واحده اخرى. هاد العجين اللي عندي خصو يخمر المره الثانيه. من بعد ما خمرات غادي ندير المقله فيها الزيت، نخليها حتى تسخن مزيان وننقص البوطه او ننقص العافيه، ونبقى ندير البيني ديالي ونبقى نحاول بالملعقه ندير فوق منه الزيت اللي هي ساخنه باش يتنفخ معنا البيني. هذا هو السر ديال البيني باش كيجي خاوي ومن فوق، هو اننا ندلكوا العجينه مزيان ومن يكون كيطيب نديروا له هذه الطريقه هذه باش كيتنفخ. النار مهيله وخا الزيت سخونه، راه النار مهيله باش كيطيب لنا حتى من الداخل. كنستمروا هكا حتى نحسوا بالبيني من تحت العطاب ونقلبوه ياخذ معنا غير اللون الذهبي، ونقلبوا البيني ديالنا ونستمروا هكا حتى نكملوا الكميه اللي عندنا كامله. ملي كنديروا له الطريقه هذه كيجي منفوخ وزوين، اننا كنديروا عليه الزيت وهو كيطيب. كنستمر هكا حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله ديال البيني، نخليه حتى يطيب مزيان ويشد اللون معنا الذهبي وعاد نحيدوه. ما كيجيش شارب الزيت ابدا، الزيت اللي كنديروها هي اللي كتبقى في المقله.
هنا من بعد ما ساليت الكمية اللي عندي غادي ندير عليها شوية ديال السكر حبيبات أو سنيدة، وغادي نحطها في طبق التقديم. وهذا هو البيني ديالنا، كيجي على هذا الشكل، ما كيجيش فيه الزيت. كنأكد على هذا أنه ما فيهش الزيت وما شاربش الزيت. وهنا انتم كتشوفوا من الداخل كيفاش داير خاوي. كنتمنى تجربوه ويعجبكم، واللي عجبو الفيديو ما ينساش يدير جيم، واللي كيزور القناة ديالي لأول مرة كنقول له مرحبا بك، ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش توصل بكل جديد ان شاء الله، وتبارطاجي مع الأحباب والأصدقاء باش تعم الفائدة. وإلى فيديو قادم بحول الله.